فقرة جديدة. من خلال الفقرة دي حنتعرف على إنه عملية النمو بالنسبة للطفل بتحتاج لبعض الاحتياجات اللي ممكن تكون كل الناس عارفة احتياجات الأكل واحتياجات الشرب واحتياجات الاهتمامات اللي ممكن تساعد في عملية النمو البدني، لكن كمان أهم حاجة من الاحتياجات دي كلها هي الاحتياج النفسي المهم جدا في عملية النمو وبرضه في عملية الاتزان بالنسبة للطفل عشان يكون متوازن في حياته وفي نفس الوقت يكون عنده استقرار نفسي بيساعده برضه في عملية التطور الذهني والإدراكي. خلونا مع بعض نتعرف على الحاجة دي مع أستاذ نهال أحمد مستشارة تربوية. في حلقة اليوم حنتكلم عن الاحتياجات النفسية أو الاحتياجات العاطفية لأطفالنا. احتياج الطفل النفسي ما بيقل أبداً وإنما يمكن يكون أهم من احتياجه للأكل للشراب للتعليم. كم مننا بحب أنه هو يفتش لأطفاله أفضل المدارس وكمان نسكنهم في أفضل البيوت ونقدم لهم من أجود الطعام والشراب، ولكن قلة قليلة اللي بتهتم بالاحتياج النفسي، وزي ما قلنا الاحتياج النفسي ربما هو يكون أقوى من الاحتياج الرعاية العادية اللي احنا بنشوفه، لأنه احتياجات النفسية بتجي دائما من الأم والأب وإحنا المفروض نقدر احتياجاتهم، وفي احتياجات كمان عمرية. في حلقة اليوم حنتكلم عن أهم الاحتياجات النفسية اللي بتكون بيحتاجها الطفل لينمو نمو سليم ويبقى إنسان مستصح نفسيا. واحد من الاحتياجات دي اللي هي الحب. حتقول لي كل الناس بيحبوا أطفالهم، فعلا كلنا بنحب أطفالنا والحب أصلا فطري، لكن كيف تعبيرنا احنا للحب؟ ما بكفي انه احنا بس نحب اطفالنا، احنا لازم نحب اطفالنا قولا وفعلا، لازم نثبت لهم انه احنا بنحب. اكثر احتياج بيحتاجوه الاطفال احنا نشعرهم بانهم هم محبوبين ونحتضنهم لما يخطئوا. في العادة لما يخطئ الطفل بيلقى صراخ وعصبية ويمكن كلام جارح ولوم وشماتة وما الى ذلك، لكن الطفل فعليا محتاج انه واحد يفهمه ليه هو عمل السلوك ده. نفهم اطفالنا، انا بحب طفلي ما عشان هو ذكي ولا بحبه عشان هو جميل، انا بحب طفلي لانه هو طفلي. ليه بتحبيني يا ماما؟ لانه انت طفلي. ليه بتحبني يا بابا؟ لانه انت طفلي او لانه انت بنتي. لذلك احنا ما نربط الحب باي حاجه ثانيه، الحب لازم يكون حب صافي. وزي ما قلنا لما يخطئ أطفالنا كمان نستوعبهم وما نمشي وراء مشاعرنا إحنا المنزعجة. الاحتياج الثاني اللي هو القبول. لازم نشعر الطفل أنه إحنا بنقبله. القبول أنه إحنا بنتقبل أطفالنا زي ما هم. بتقبل أنه طفلي ما بيحب الكورة وأنا بحبها. بتقبل أنه طفلي ما بيكون اجتماعي شديد يمكن وأنا اجتماعية. بتقبل شخصية طفلي. لازم نتقبله وكمان طبعا نطمح بأنه نحسن للأفضل، ولكن التقبل والقبول حاجة مهمة شديد. إحاجة الطفل للإحترام. لازم إحنا نحترم أطفالنا زي ما أنت وأنا بنحب أنه إحنا نحترم الطفل، كمان عنده مشاعر زينا زيه، لازم نحترم مشاعره ونقدر مشاعره. الطفل هو إنسان مكرم زينا زيه. ليه إحنا دائما بنسكت أطفالنا؟ ليه إحنا دائما بنقول لهم أي حاجة عيب ولأ وما بنسألهم وبنعمل أي حاجة من غير ما نسألهم؟ القرار الأول والأخير يمكن يكون أو أغلب الوقت هو بيكون للأم والأب، لكن ده ما معناه أننا أحترم مشاعر طفلي وأناقش طفلي وأتكلم مع طفلي. أطفالنا أكيد ما في كل حاجة حيعرفوا مصلحة أنفسهم، لكن انا بكون حاورته وشنو بأيد كلامه وبأيد مشاعره، وانا فاهمة انه انت منزعج، انا فاهمة انه انت كده، لكن مثلا احنا حنعمل كده عشان كده. لازم اوري السبب وراء الفعل اللي احنا عايزين نعمله او لشنو الطفل المفروض ما يعمل الحاجة دي. فإذا الاحترام حاجة مهمة شديد، واذا انت عاوز طفلك يحترمك علم طفلك الاحترام، لانه الطفل بيقلد اكثر مما بيسمع. فلذلك احنا لو عملنا الحاجات اللي مفروض اصلا تتعمل اطفالنا بيقلدونا تلقائيا، ودي حاجة مهمة شديد. عندنا نقطة مهمة شديد انه كثير من الناس بتقول خوف طفلك عشان يسمع كلامك. ليه؟
الطفل عنده حاجة لأنه يشعر بالأمان. إذا إحنا خوفنا أطفالنا فإحنا سلبنا منهم الأمان. إذا الطفل في بيته بيخاف، إذا من أمه وأبوه بيخاف، كيف حتكون نفسياته سوية؟ لذلك رجاءً رجاءً طفلك خليه يسمع كلامك لأنه هو بيحبك، طفلك خليه يسمع كلامك لأنه هو مقتنع بالحاجة اللي هو بيعملها. وكيف أننا أقنعه؟ بأننا أوريه السبب أو الحاجة وراء الفعل، الدافع اللي بيخليه هو يعمل الحاجة دي. فلذلك ننتبه للأشياء الصغيرة، ننتبه لمشاعرهم، نحاورهم في كثير من الأمور. عنده الطفل أكيد أنه هو يشعر أنه هو محبوب، أنه هو عنده انتماء للأسرة. انتماء للأسرة ده كيف؟ حتقول لي كيف الطفل ما منتمي للأسرة؟ أيوة، إذا أنا بغير البيت من غير ما أسأله، إذا أنا بقوم أغير لهم مدرستهم من غير ما أسألهم، إذا هو اليوم بيلقى أنه أمه سافرت وهو ما عارف أصلا أمه سافرت وين، أو أبوه سافر وهو ما عارف وين، كيف يشعر بالانتماء؟ شعور الانتماء ده أنه أنا جزء من العائلة، أنه أنا مهم ورأيي مهم وأنا موجود. دي حاجات كلها إحنا لازم ننتبه لها ونركز عليها. أشياء زي ما قلت صغيرة صغيرة لكن بتأثر تأثير كبير. كتير من الناس تشتكي من أطفالها أن هي ضعيفة الشخصية. أسلوبنا مع أطفالنا الخاطئ هو اللي بيخلي الطفل شخصيته ضعيفة. لذلك إحنا لازم نعزز عندهم الثقة في النفس. كيف أعزز الثقة بالنفس؟ بأننا أحترمه، أقدره، هو إنسان مقدر، هو عارف أنه هو عنده كلمة، هو عارف أنه ماما وبابا بيحترموه وبيحترموا مشاعره. فلذلك بتنمى عنده الثقة وبتنمى عنده العزة في النفس، ودي حاجات جدا مهمة وأساسية في التربية. زي ما قلنا القائمة تطول، ما حطول عليكم أكثر، ولكن لازم ننتبه للموضوع ده جدا. وانتستنوني في الحلقة القادمة بإذن الله، وليكم مني كل الحب والتقدير.